التضييق واضطهاد حزب النور الآن يفتح باب الشامتين من الإخوان الذين يقولون والله لا اكترث والله انتوا رحتوا لكذا وبعدين باعوكوا في الآخر. طب انا هقول لحضرتك سمعنا كتير. طب اقول لحضرتك حاجه من مصلحة الإجماع الوطني ان نفتح باب الشماتة في حزب النور لكن الآن. لكن هو الشماتة نفسها دي لا تعنينا يا فندم. ليه؟ لان هو انا اللي يعنيني المصلحة الوطنية. ليه؟ النهارده مثلا احنا كسبنا قضية كانت مرفوعة في اسكندرية احد القضايا يعني لحل حزب النور، كسبنا القضية. فلما كسبناها هما تعليقاتهم ايه؟ ما طبعا ما لازم تكسبوا القضية، ما انتوا مع النظام. طب لو كنا خسرناها استغنوا عنكم. ففي الحالتين انا مش مهتم بيه. انما انا مهتم بايه؟ بقول للعقلاء خلي بالك على هذا الوطن، احنا اختلافاتنا لن تنتهي، اختلافات وجهات النظر لن تنتهي. انما يمكن ان تدار. خليني في اطار وطني معاك ندير اختلافاتنا ونكمل طريقنا. انما انت كده بتقول لا هو طريق واحد وكلمه واحده، ما ينفعش، ده ما بيحصلش في اي حته في العالم. ثم ان دروس التاريخ علمتنا كده. انا بس عايز اعلق على حاجه مهمه. انا فندم مش هذكر اسم حد ولا حزب النور. حزب النور يترفع تماما عن كل اللي بيطلعوا يشتموه على الاعلام. انما هو هيعمل ايه؟ على فكره الاحزاب، في احزاب كبيره تترفع برضو عن هذا الامر وما بتنجرش لاي صراعات جانبيه. انما هو اللي بيني وبين حضرتك لما انا اؤذى وانا كمدني القضاء. زي ما غيري شاف ان من حقه انه يرفع عليا دعوه بحل الحزب لانه مش عاجبه الحزب، انا برضو حقي ان انا ارفع زي ما هم قالوا. تمام يعني يعني مش عاجبه الحزب. وكلمه اساس ديني، هو الدستور احنا شايفينه كله اصلا على اساس ديني بدليل الماده الثانيه، ولكن ده جدال دستوري اخر يعني. الغرض ان انا برضو من حقي لما حد يطلع على الاعلام يبقى مسؤول بقى في كلماته. بمعنى الاحزاب الكبيره ما بتتورطش وتقول الكلمات الغير مسؤوله قانونيا. الصغير هو اللي بيتورط ويقول كلام يؤخذ عليه قانونيا. فانا دلوقتي بصدد قضايا. اترفع بلا شك.